السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نرحب بضيوفنا الكرام ونقول مرحبا بكم هيل عد السيل، والله يحييكم. ثانيا نبارك لأخواني فهد وجميل، أسأل الله لهم التوفيق. يا الله يا اللي لك من العلم تاويل، أكرم عبادك بالعطايا الجزيلة، واجعل لهم في الأرض خير ومحاصيل، عبادك اللي يرتجون الفضيلة. من بعدها يا ضيفنا مرحبا هيل، إعداد ما ينساق وبل المخيلة، وإعداد ما يدرج على الأرض من سيل، وإعداد ما يدرج على الأرض من سيل، وإعداد ما يشفي الكبود العليلة. في محفل في حفلة بالحارث زحول الرياجيل، في حفلة بالحارث زحول الرياجيل. عاداتنا يا ضيف قبيلة يا حيها من قبيلة، عاداتنا يا ضيفنا نذبح الحيل، ما نترك الضيفان ذي مستحيلة. تلقى الشحم منبهرات المعاميل، وذبح الجمال اللي بعدها الجميلة. حنا ورثنا الجود جيل بعد جيل، جداننا يوم السنين المهيلة. تاريخهم واضحكم ما مطلع سهيل، تلقى نجوم اللي وزانه قليلة. حفلة تعتيق نور الظلمة الليل، وفد رجاله للصفات الجليلة. رجل اللي يا جا موقفه يعدل الميل، رجل اللي يا جا موقفه يعدل الميل. يا عنك يمناه ما هي بخيلة، صلاة ربي عد مرسل بجبريل على الرسول اللي صفاته نبيلة. سلامتكم.